بالجهود المبذولة من قبل إدارة المحافظة ومساندتها لإدارتك المحافظة لدائرة الكهرباء في المحافظة والعمل على تذليل كل المعوقات لتوفير ساعات أطول من أجل تزهيج أو تجهيز المواطنين. وعزى مدير دائرة توزيع كهرباء كركوك سبب الانقطاعات إلى توافد عشرات الآلاف من العوائل النازحة إلى كركوك، الأمر الذي أدى إلى زيادة استهلاك التيار الكهربائي. أشاد مدير توزيع كهرباء كركوك بالجهود المبذولة من قبل إدارة المحافظة في تقديم دعمها ومساندتها لتذليل المعوقات التي تقف أمام عمل كوادر دائرته لتوفير الكهرباء وتقديم أفضل خدمات كركوك وأهلها، وأعزى القطع الحاصل للكهرباء في بعض المناطق إلى استقبال كركوك عشرات الآلاف من العوائل النازحة وخلل في بعض المحولات. إدارة محافظة كركوك جاي منطي أهمية قصوى لدوائر الكهرباء، مو بس دائرة توزيع كهرباء وإنما دائرة النقل ودائرة التوليد الموجودة في المحافظة. لولا حقيقة محافظة كركوك، إدارة محافظة كركوك وهاي الدعم المستمر لما يعني قدرنا نستمر أو نقاوم مثل ما أو لما قدرنا نجهز المواطنين في هذه الساعات القطع، لأن مثل ما تعرفون ساعات القطع في المحافظات الأخرى ترى أقل من 8 ساعات. وظيفة المنظومة الكهربائية في المحافظة في الوقت الحاضر لدينا 9 إلى 10 ساعات القطع معدة مقابل إلى 14 ساعة ربما 15 ساعة تجهيز الكهرباء. احنا عندنا مصدرين لتجهيز الطاقة الكهربائية، مصدر الشبكة الوطنية بحدود 450 ميجاوات و 250 ميجاوات معدل من المستثمر في اقليم كردستان. زيادة الحمل على المغذيات وعلى المحطات هي حقيقة لسببين اساسيين، هي عدم تنفيذ الخطة عام 2014، والسبب الاساسي والرئيسي اللي هي نزوح اكثر من 500,000 الى محافظة كركوك من المحافظات المجاورة اللي هي محافظة نينوى وصلاح الدين وديالة وأنبار. كان من المفروض يعني من وزارة الكهرباء في بغداد ضرورة زيادة حصة المحافظة من الطاقة التوليدية على أقل تقدير 100 ميجاوات، بس مع الأسف لم يتم زيادة حصة المحافظة لحد اليوم. مدير توزيع كهرباء كركوك أشار إلى أن إدارة المحافظة من خلال محادثات الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وضعت خطة لتحسين تجهيز المواطنين بالكهرباء من خلال نصب 100 مولدة جديدة خلال الأيام المقبلة، داعيا المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء. مشكورا من سيد المحافظ أثناء زيارته الأخيرة إلى بغداد، تم حصول الموافقة على زيادة نصب 100 مولدة في محافظة كركوك. طبعا هذه 100 مولدة بالتأكيد راح يساعد إلى تشغيل المولدات بالنظام التشغيلي وإلى زيادة عدد ساعات التجهيز من قبل المولدات. صارت الموافقة من وزارة الكهرباء هي حصة يعني كل كيفي من الوقود 5 لترات أصبحت 10 لترات من الغاز لكل كيفي، هذه خاصة لمحافظة كركوك حصرا. السبيل الوحيد لزيادة عدد ساعات التجهيز هي ترشيد الطاقة الكهربائية وهذه من واجبات المواطن. ترشيد استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين وتضافر جهود جميع الجهات المعنية كفيل بزيادة ساعات التجهيز. يشار خالد، فضائية كركوك.